نشره على صفحته الشخصية يتحدث عن شبهة فساد. أنا من الناس اللي كانت توجور بي سيزان توجور ديكلاري معناها شنو نملك وكذا، هذا معناها طرح به الخراف هذه نتاع تونسر. عندي 5 سنين كل 3 4 شهور بعض السياسيين بعض الناشطين غير ما نسمي معناها يخرجوا مهدي بن غربية على شبهات فساد وكذا، هذا ملي قبل الحكومة وفي الحكومة وبعد الحكومة. في يصير حالة بحث أنه ممكن بعض شركات أو كذا خذوا امتيازات، هذايا مشى للقضاء تبحث مدة سنوات، عملوا ديزيكسبرتي كونتر اكسبرتيز وفض من غير حتى يمشي للمحكمة وتحفظ عنده فترة. وفي كل مرة هذايا لا أنا لا شركتي أون أيتي أون فيرون معناها لا عطولنا لا أون فيرون فيزي باغ لا عنات. وعاود نقول بغيت هذايا لا أنا شركاتي ما عندنا حتى قضية اليوم في تونس، ولكن رغم ذلك وللأسف عند برشا توانسة مهدي بن غربية عنده قايا فساد ورؤوس فساد. عيش خاطر اليوم فما ناس سياسيين وصفحات كل 3 4 شهور تعاود تخرج الخطايا بيدها تونسير وشبهات وكذا، كل مره يخرجوا خاطر. نعتقد انه هذا سي ان بري كو جو باي للموقف اللي خذيته، وللاسف اليوم الفيسبوك والكالومني وليزاتاك معناها على الناس وعلى شعب عرضها بالطبع ما ولا هو وسيله في العمل السياسي. معنى اي مواقف بربي خذيها مهدي بن غربية يتحدث معنى تشويه على المواقف اللي خذيتها؟ شنو المواقف اللي خذيتها؟ هو خاطر سبع ياسر الناس يقولوا يوسف الشاهد عمله يحارب في الفساد ويحارب انتر الفاسدين بعدين ويجب دوسي بن غربية. انا نقول بون ينجم يكون عنده الحق في الكلام اللي قالوا، لكن يا اخي ثم قضى. يعني اذا كان ايمان مداحي دعت هذا لصفيان فرحات برشكي علاش ما مشوش القضاء ونجابه في الفيسبوك؟ معناها ريمال وكونت ريمال. انا نرى وان المساله هذه راهي تنجم تشكل عائق كبير غلوه امام تشكيله يوسف الشاهد، وهو من المهندسين في مهدي بن غربية للمساله ومن المدبرين الكبار خاصه على المستوى التنظيمي للحزب. يعني مساله كهذه ما تحسبش فيها تنجم تكون لغم. يعني بكل صراحه ماذا بينا يشكي بالناس وياخذ تبلي القضائيه وبيان سور هذا ما ينفيش، وانه ممكن الناس لاشياء مغرضه يقولوا في شيء، لكن كذلك تشكيلته هو وجماعته يمارسوا في هذا، يجبدوا على قضايا العباد مش موجوده، حزبه يجبد، حكومته تجبد، الصحفيين مولين ليهم يجبدوا، الصفحات معناها والذباب في الفيسبوك يجبد هذايا. يعني بكل صراحه لاكسيون ايغال لاكسيون، الفعل يساوي رد الفعل. انا شخصيا نقول اذا كان هو مقتنع بالكلام تاعو هاو قال ثم بعض الاشخاص وغيره يا اخي قيد به دادله وقل له حيث انه صدر منك ما مفاده كذا فاني اطلبك بالبينه تاع من الدعاء تدلي ما مثبت هذا والا ساعاقبك من اجل الايهام بجريمه او كذلك الادعاء بالباطل او السلب او الشتم او ترويج اخبار كذا ولا غيره. يعني موجوده الصياغه القانونيه العديده هو يعرفها، دونك احنا لا ناخذ فيما شجر بينهم، لكن نقولوا طالما انه مثلا ما خذتش صبغه قضائيه نحكيها فيها واو. يعني نطرح التساؤلات علاش هو ما يمشيش يشكي للقضاء مع بيان سور اعتبار انه كل انسان يتهموه بشيء او باخر هو بريء اذا انت تم ادانته. هو يقول لك لا انا مش مدان ويخرجوا هذه كل 6 7 اشهر. يا اخي احسن في المساله كيف هو كي المهدي جمع كما صار مثال الوزير عبد الكافي وغيره، امشي للقضاء والقضاء ان بلع اساحتك فادعي اعمل قضايا ضد الناس هذم على خاطر القضيه باش تمشي وتستفحل والضرب تحت ولا بدا والحمله الانتخابيه الرئاسيه بدات بكري والتشريعيه بدات بكري والناس الكل تمضي في سكاكينها وهما اللي تبقوا فيه الاخرين تبقوا فيه ضدهم. دونك نقولوا له ان صدقت فيما قلت ما نشكوش في اللي قلته انت، لو الاجابه ماهيش بالفيسبوك، الاجابه بالاطر القانونيه والقضائيه، واللي معاها الحق ربي هو اسم اللي معاه ربي لا يغلب واسم من اسماء الله الحسنى هو الحق، اللي مع الحق ما يخافش الحق ويعلى لا يعلى عليه. لكن لاحظت لحد الان هو متردد في هذه المساله، لماذا لا امتلك الاجابه؟ زعما سمية فرحات شكرا ليك. هكا نوصل لنهايه موعد اليوم، موعدنا يجدد ان شاء الله غدوه كان ربي اعطانا عمر. رشه هي طيبه في لمن.